يتعلق الأمر بالتظاهرة التي يحتضنها المتحف الوطني العمومي للزخرفة والمنمنمات، يتعلق الأمر بمعرض لفنانين وحرفيين جزائريين. المعرض على امتداد شهر كامل تتخلله ورشات فنية ومحاضرات، يقول محمد ياسين نقاش. 28 حرفيا من مختلف أنحاء الوطن عرضوا أجمل التحف الفنية في فن الخزف والفخار. لبيت برومي دو سيت ايفينمون هو التنسيق بين معظم الفنانين الجزائريين اللي ماهمش معروفين على مستوى الوطني، ونمدوا لوكازيون للبوبليك الجزائريين يتعرف عليهم ويعرف المنتوج تاعهم ويعرف الاعمال الفنيه تاعهم. تحف ولوحات فنيه مستوحاه من عمق الثورات الجزائري. جبنا من الأحسن اللي كاين، فوالا فرصة أنه في الحقيقة الجمعية معروفة، لكن درك في المتحف هكذا مع الناس اللي راح تدوم شهر، نظن للناس اللي يجوا يتعرفوا أكثر عن الجمعية. احنا كنا نديروا لي صالون، هاد الملمات هذوما هما اللي راهم رايحين يعني يخليو هاد الإرث يعني ما ينقارضش. الجمهور العظيم مدعون إذا لاكتشاف روعة وجمال ما صنعته أنامل الحرفيين.